زيد 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 في الاسعار بلاش من الزياده في الاجور، بلاش من الزياده في الحقوق، بلاش من الزياده في شي حاجه اخرى، زيد في الاسعار. حنا ساكتين حتى لين ما نعرف انا كتعتبر هذا السكت هذا كنعتبره غير صبر. راه ما راه هضرنا كي تنقول لطفح الكيل ونفد الصبر وبلغ السيل الزبا، راه حنا ولينا اشبه ببالون يقدر يتفجر في اي ساعه. حنا بزاف علينا هادشي، هاد الحكومه اللي زادت علينا هادشي ما كايناش باغي نهضر خنوش ما تنعرفوش، حنا ما تنغوش لا هو لا الطلبه ديالو، حنا تنعرفو مالكنا. زيد زادو فيه شنو؟ ما نطيبو حنا ما نديرو والو، يقتلونا احسن، يقتلونا يحرقونا ولا شنو ندير؟ لا بغاو يقتلونا، إذا هادشي اللي بان لنا حنا بغاو يقتلونا بعرق بعرق، هادشي راه بزاف علينا. هادشي اللي غاديين فيه ما مسلك حتى واحد، هادشي بزاف علينا حنايا، حنا ما قادينش 50000 ريال يشد بنادم من الشهر شنو غايدير بها؟ اللي عنده 4 دراري، اللي عنده 6 دراري، الناس اللي لاباس عليهم ما مفكرينش اللي ما عندوش، بنادم ما عندوش ما عندوش يوكلوا ولادهم شي يسرقوا. هادشي اخويا بزاف، هاد السميده اللي دارت كانت 120 ولا 240 بزاف، وهاد الزيت اللي دولا الدوبل ولا 100 درهم بزاف علينا، حنا بزاف علينا هادشي، هاد الحكومه اللي زادت علينا هادشي ما كايناش باغي نهضر خنوش ما تنعرفوش، حنا ما تنغوش لا هو لا الطلبه ديالو، حنا تنعرفو مالكنا، مالكنا اللي تنبغيوه وتنحبو على مزيناتو، ولا هاد الحكومه ما باغيناش، ما باغيش حنا الطلبه كاع اللي تيكونوا 100 واحد، كل واحد تيشد 2 ملايين اش باغينهم؟ باغين عمالكنا فقط، ما باغين حنا حتى شي حكومه، حكومه اللي تزيد علينا في هاد الشيء والموضوع وهاد الشيء بزاف، بعدا ما ديروا بها. صافي خويا يعني قراتك المواد الغذائيه هي خلاتك تدخل. ملي ما جيتش حضرت في مظاهره بحال هكا، ملي مات سيدنا ما جيت لهنايا، ولكن على هاد اخنوش اللي طلع سميده 140 بزاف بزاف، كان ديرو تطلعوا الدراري كيفاياش؟ بزاف بقاو ساكتين، داك الشيء علاش جايه مني من خوتي؟ ياكلوا العصا ناكلها معاهم، مني منهم، ماشي هما ياكلوا العصا عليا وانا جالسه في داري، حنا هاد الطلبه هادي تيكونوا هنا ما باغينهمش، ما باغينوش يتصفوا علينا، تنشوفهم تنطفي التلفازه، تنشوف خطاب الملك ديالنا، تنبقى تسنى تالي نديروا مع الساعه تنبقى حاضيه، تنسمعوا شنو تيقول، ما تنفل حتى كلمه، وهادو تنطفي عليهم التلفازه. الاسعار بحالي بحال كاع هاد الناس هادو، جينا على غلاء الاسعار، زيد 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 في الاسعار، بلاش من الزياده في الاجور، بلاش من الزياده في الحقوق، بلاش من الزياده في شي حاجه اخرى، زيد في الاسعار. حنا ساكتين حتى لين ما نعرف انا كنعتبر هاد السكات هذا كنعتبره غير صبر، لان السكات لان الكلام الحقيقي راه حنا باقي ما قلناش، راه الهضره اللي خاصنا نقولوا راه حنا باقي ما قلناش، هاد السكات هاد الشيء كله وهاد الغوات وهاد التنديدات وهاد الكلام اللي راه كله راه حنا مازال ساكتين وحنا مازال صابرين. راه ما راه هضرنا كي تنقول لطفح الكيل ونفد الصبر وبلغ السيل الزبا، راه حنا ولينا اشبه ببالون يقدر يتفجر في اي ساعه، فالله يرحم الوالدين حنا ما باغيش نتفجروا، راه النفس اللي تفضل. شنا المشاكل هاد الناس الفقراء اللي مساكين كيموتوا بالجوع، الناس اكثريه الناس كيموتوا بالجوع، وزادوا عاد شوف وزادوا غلاو في المواد الزيت هاد الطحين هاد البصله والبطاطا حتى البطيشة كاع سميتو غلات كلشي غلا، كي غايدير لنا كي غايدير لنا المعيش؟ كي غايدير لنا المعيش؟ كي غايدير؟ الأراضي الفلاحية كي غايدير يعيش؟ علاش علاش هادشي؟ أخنوش أشنو خصو؟ هاد أخنوش أشنو خصو؟ عنده الأموال طايلة وطمع في المسكين، راه حشومة هادشي حشومة والله إلا حشومة حشومة بزاف، مع طلع مع طلع البترول بترول غادي كيطلع درجه درجه، هادشي راه بزاف، هادشي راه لا شيء ولا منكر، راه بزاف هادشي، وراه قالها غادي يربي راه كيربينا فعلا بصح، راه يربينا، يربينا بواحد الطريقه اللي هي غادي درجه درجه. هادشي اللي غاديين فيه ما مسلك حتى واحد، هادشي بزاف علينا حنايا،
حنا ما قادينش 50000 ريال يشد بنادم من الشهر شنو غايدير بها؟ اللي عنده 4 دراري، اللي عنده 6 دراري، الناس اللي لاباس عليهم ما مفكرينش اللي ما عندوش، بنادم ما عندوش ما عندهمش ياكلوا ولادهم شي يسرقوا، حتى الخدامي قلالو، غتخرج بنادم 50 درهم ما بقى تدير والو، الزيت زادوا فيه شنو؟ ما نطيبوا حنا ما نديروا والو، يقتلونا احسن، يقتلونا يحرقونا ولا شنو جاي ندير؟ لا بغاو يقتلونا إذا هادشي اللي بان لنا حنا بغاو يقتلونا بعرق بعرق، هادشي راه بزاف علينا. حنا كنتمناو سيدنا يشوف من حالنا ويشوف من حال المواطن ديالو، حنا راه ناس فقراء ما عندناش ما لاباسش علينا ما عندناش ناكلو ولادنا، راه بعد خدات ما تلقى باش يتعشى ما تلقى باش ياكل، راه هادشي بزاف لا حول قوة بالله العظيم. يا شريفة اليوم انتيا حنا كناشدو صاحب الجلالة، حنا كناشدو صاحب الجلالة على هاد الشيء اللي واقع وعلى هاد الغلا وهاد الزيادات اللي دائما حنا كنا كننتظروا باش زعما نتخلصوا بالراميد، اذا بينا كنتفاجئوا بالغلا. حتى في الوقت ديال كورونا الناس اللي خصهم يستافدوا ما استافدوش، عطاو الناس اللي عندهم الديور عندهم الاملاك واستافدوا، حنا ما استفدنا حتى شي حاجه وحنا باقيين زايدين فيه. واش جلاله الملك يشوف هاد الشيء؟ حنا كننتظروا باش يكون الاصلاح، حكومه بن كيران والحكومه ديال العثماني ودابا اخ النوش ما دار لينا والو، ما دار لنا حتى شي حاجه. يعني التغيير اسهل الحكومه بلا تغيير؟ بلا تغيير، دائما الحال يبقى على ما هو عليه. كيفاش كنتي المواد الغذائيه في ربة بيت؟ واش غنقول لك؟ ملي كنخرجوا للسوق كان شنقول لك ملي كنخرجوا للسوق ما كنعرفوش شنو كنديروا، داكشي اللي خرجتي معاك ما كافيتش ما قدناش، وكنتفاجئوا باللي قال لك غادي يعاونوا الناس غادي يديروا، قال لك حتى 2023 حتى يموتوا الناس عرق بعرق عرق بعرق، حتى لين هذا الشيء غادي. حنا اليوم جينا هنا هذا الوقفه هذه احتجاجيه على ود الغلاء، حيت بزاف علينا وبزاف كاع على الناس اللي جاوا لنا، يعني ما جاو لنا حتى حسوا يعني بالغلاء. وبالنسبه ل شنقول لك بالنسبه للتلقيح حتى هو انا مضروره في التلقيح، انا ما ملقحاش ما باغاش نلقح، وحتى الغلاء بزاف علينا حيت الكسب انا عمرها تحس بالجيعانه، يعني شحال دابا حنا راه قلال غير هادشي وراه قلال، فينا هما الناس فين شحال واحد، يعني كاين اللي ما حاسش بهذا الغلاء ولكن الناس الفقراء حاسين. كاين وجاينا ازمه يعني شتا ما كايناش ازمه فلاحيه وزايدين علينا الغلاء، يعني شنقول لك ربي صاوب وصافي هادشي اللي كاين.